اولا كده اللايتنج مومنتس، يا ريت حضراتكم بقى كل واحد فيكم يكتب لي، لو نقدر نفتح المايكات ونسمع يبقى احسن. هنفكر بعض وهنشوف ايه اكتر حاجه اثرت فيكم النهارده، واكتر حاجه طلعتوا بيها من المحاضره وكنتوا ما تعرفوش. يا ريت نفتح المايكات كده ونسمع واحد واحد، مش هنسمع تمام يا كل بس دكتورة، على الاقل نشوف الناس استفادت ايه. تمام يا دكتور، بفتح المايك سوا. تمام ماشي يا دكتوره اسيا، اتفضلي. مرحبا دكتورة، أول شيء شكرا جدا، المحاضرة يعني سلسة ومعلوماتها جدا جميلة. صراحة استفدت كثير، ما كنت أعرف أنه كيف أفرق بين القديم والجديد، وكانت هذه النقطة كثيرة أفكر فيها. طيب لو جت واحدة يعني في الطب عندنا الشرعي، كيف أنا أفرق أنه هو قديم ولا أنه هذا الشيء جديد فيها؟ بس كمان دكتورة أنا يعني عندي سؤال، طيب هل ممكن أحدد المدة فرضا جديد بحيث أنه هو خلال يومين ثلاثة، أو هو جديد هل جديد لو كان أسبوعين؟ متى أحدد أنه هو قديم من متى وجديد من متى؟ موضوع المدة ده أنا زي ما قلت لك كده، لو في خلال يوم أو يومين مبدئيا كده، لو فحصت سائل منوي هشوف فيه شكل الحيوانات المنوية عامل إزاي وبتتحرك ولا لأ، فهبتدي أحدد. بلس على كده الكونتيوجنز واللاسريشنز اللي عندها، الكدمات اللي موجودة على جسمها، لو حضرتك ذاكرت الكدمات هتلاقي إن لونها بيتغير بعد مرور يوم أو يومين، يعني تبتدي أزرق وبعدين أحمر سوري، وبعدين بتزرق وبعدين بتخضر بتصفر وتخضر، فهي بيبقى ليها تايمينج. فالحاجات دي لو انا عملت تايمنج ليها هبتدي اعرف الرينج اللي حصل فيه الموضوع الانجري. يعني هي بالعلامات المساعده مش في نفس غشاء البكر، يعني في الكدمات غشاء البقره نفسه انا زي ما قلت لك كده، هو عامل زي الجرح بالظبط، هو لو ريسنت هيبقى فيه كونتيوجن، هيبقى فيه لاسريشن، هيبقى محمر، هيبقى بيبليد. ده لو حاجه لسه عدى عليها اسبوعين ثلاثه هتلاقيه مقطوع وحواليه احمرار بس مش بيبليد، هو لسه برضه ستيل ريسنت بس مش النهارده ولا امبارح. فاهماني؟ اوكي تمام تمام، شكرا لك دكتوره، شكرا لك. اوكي دكتوره، بعد اذنك يا دكتوره، مصطفى مطهور. دكتور مصطفى سامعني؟ حضرتك سامعاني يا دكتور؟ ايوه سامعاكي. اولا شكرا لحضرتك على المحاضره جدا، واللي استفاد منها كانت كبيرة. ثانيا كان عندي استفسار، هو لو اتنين متجوزين حديثا وبعدين الزوج يعني اشتكى ان الزوجة كانت غشاء البكرة بتاعها مفضوض، وهي قالت ان هو الغشاء دوت كان نتيجة ان هي مارست العادة السرية قبل كده، فهل الطب الشرعي بيقدر يحدد هل هي على الحق ولا لأ؟ طبعا موضوع العادة السرية من الحاجات المشهورة قوي برضو اللي بتجينا، بس العاده السريه هتتسال كذا سؤال. اولا هي كانت بتحط في جسمها من جوه حاجه يعني حاجه صلبه، ولا جاست انها كانت بتمارسها من بره كده مجرد نشوه فقط انها بيحصل فيها اورجازم ولا لا؟ لان غالبا البنات اللي بيعملوا العادات السريه بيبقوا عارفين كويس قوي ان غشاء البقره مش المفروض انه ينقطع، فبيبقوا بيمارسوا سوبرفيشال، وبالتالي بيبقى الحاجه الوحيده اللي انديكيتور لينا ان بنلاقي الغشاء واسع قوي، فتحه الغشاء بتبقى واسعه جدا اكتر من اللازم، فبنبقى عارفين بس ما بنرضاش نحرجها، وعارفين انها بتمارس العاده السريه بس ما بنرضاش نقول. بس غالبيه البنات اللي بيشتكوا اللي بيجوا من العاده السريه زوجهم بيشتكي انه ما بيحصلش بليدنج اثناء الانتركورس. تمام؟ تمام يا دكتور، شكرا. تمام دكتوره وفاء لاشين، اتفضلي. أنا بصراحة أكتر حاجة استفدت منها وما كنتش أعرفها خالص، إن ممكن يبقى في علاقة بين نوع فصيلة الدم والإفرازات اللي بتخرج سواء من الذكر أو الأنثى. دي أكتر تمام. حاجة فادتني بصراحة، يعني كنت معرفهاش كمان. تمام. وكمان ده برضو الإيه؟ بقى الـ ABO system secretors، ان الاي بي او على السكريشنز بتاعت الجسم كلها. والحاجه التانية كمان ان احنا نفرق ما بين المده، ان مثلا
ان يكون حصل مثلا علاقة من مدة طويلة او من مدة قليلة، برضو دي حاجة استفدت بيها قوي لاني ما كنتش بعرف افرق. كويس قوي. دكتور خالد عبد العليم. السلام عليكم. انا شاكر طبعا لحضرتك جدا على المعلومات القيمه اللي حضرتك قلتيها النهارده، وكان برضه انا بالنسبه لي الاي بي او سيستم ده حاجه جديده جدا، بس انا بصفتي قانوني في نقطه بس عايز استفسرها من حضرتك. هو حضرتك طبعا لو ثبت ان فصيله الدم موجوده في الاي بي او احد الافرازات يعني، بس هي ممكن تكون لده او لاي احد تاني بيحمل نفس الفصيله، يعني ما هوش هيبقى دليل قاطع برضك على ايه الارتفاع؟ احنا قلنا ان هو لما يبقى عندي كذا مشتبه فيه، يعني دلوقتي انا بتقول ان انا هفترض ان الاربعه دول اختصابها اللي جت لحضرتك كان متهم واحد، او ممكن ما يكونش متهم تم القبض عليه وهناك شكوى ضد احد الافراد ايا كان ادعاء او صحيح او كاذب، بس انا عايز اقول ان فصيله الدم كانت بتنفي ولكن ما تثبتش، يعني هل ممكن كده تكون لكن ممكن تكون لاي واحد ثاني حامل نفس الفصيله برضه؟ بالظبط كده، هي مش كونكلوسيف، هي من الحاجات اللي انا باخدها عشان انفي، يعني تعضدها بشكل اخرى يعني. بالظبط كده، بس من الحاجات اللي بتساعدني. يعني انا تمام. انا دلوقتي موضوع الدي ان ايه غالي جدا ومش ناس كتير بتقدر تعمله، لكن الاي بي او سهل ان انا اعمله. حضرتك فاهمني؟ مش هم عاده بيعملوه طبقا يعني بتصريح المحكمه عشان المصاريف، يعني دايما بيبقى على حساب الدوله. انا بقول لك ان من الحاجات السهله، بلس على كده انا عندي حاجات كتير تثبت او تنفي، هي من الحاجات اللي ممكن استعملها احد القرائن. تمام، شكرا شكرا يا دكتور. دكتوره سهيله السيد. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. طبعا مبسوطين جدا بحضرتك النهارده في كميه المعلومات اللي احنا استفدنا منها كتير قوي ما كناش نعرفها. بس عندي سؤال. اتفضلي. المفترض احنا بنعمل فحص صح الاول، وبعد كده بنعمل فحص تاني بعد 40 يوم. تمام. طيب ده طبعا بيبقى تحسبا لو حالة حمل او كده. طب احنا ليه مثلا بعد ما بنثبت الواقعة بعد اول فحص تمام، ليه ما نعملش مثلا تنظيف للرحم من اي حاجة بحيث ان ما يكونش اصلا في كارثة بعد كده، ان هو يكون اصلا في حمل او حاجات من كده؟ يعني وظيفتي نظف الرحم، انا كطبيب الطب شرعي انا وظيفتي ان انا اخد عينة وبس، انا ما بلعبش في حاجه جوه ولا بعمل كحت ولا بعمل تنظيف ولا بعمل اي حاجه، انا وظيفتي فقط ان انا اثبت الواقع حصلت ولا لا بس، واقول لها ان تتعرض عليا بعد 40 يوم عشان اشوف ان كان في حمل ولا ما فيش، لكن انا لا بنظف ولا بعمل حاجات دي، يعني الحاجات دي بقى ممكن تبقى اقتراحات في مجلس الشعب بعد كده نعمل او ما نعملش، لكن بالنسبه لنا احنا بنثبت او ننفي فقط لا غير. تمام. تمام شكرا يا دكتور. العفو. هويدا سعيد. طيب احمد فتحي. السلام عليكم يا دكتور، ازي حضرتك؟ عليكم السلام، ازيك؟ اهلا بحضرتك. هو تعقيبا على كلام الدكتوره اللي هي قالت في حالات يا دكتور كان اسمع يعني بيدوم فاقول 48 ساعه اقراص كده كونتراسيبتيفز، يعني عشان برضو موضوع البريجننسي ده، هل ده بالنسبه لنا؟ لا بصراحه، هو احنا ممكن نعرضها نساء والنساء هم اللي يقولوا ان كانت هيعملوا كده ولا ما يعملوش، بس يعني بالنسبه لنا احنا كميديكال ليجل اللي انا قلت لكم عليه، انما بتوع النساء ممكن اهلها بياخدوها بره ساعات يقعدوها على دكاتره نساء ويقولوا ايه الحال انه تاخد لارج دوز من الكونتراسبشن عشان الموضوع ما يحصلش، بيحصل مش هكذب عليكي بيعملوه، لكن مش مانداتوري عندنا في الطب الشرعي ان انا اروح اقول لها خدي اقراص. تمام يا دكتور. طب انا مدرس شرعي واسمه القصر العيني، ما عندناش لحضرتك الجزء اللي بنكشف على الريب والكلام ده، يعني حضرتك في الكليه عند حضرتك بقى يعني في عند حضرتكم وحده في الكشف الطب الشرعي الاكلينيكي، بس احنا في القصر العيني لا. بالنسبه لما نحاول عندنا كلينيكال فورنسيك ميديسن، عندنا كلينيكال فورنسيك، احنا عندنا نايب طب شرعي بيقعد 3 سنين نايب في المستشفى شغلته طب شرعي، ما بيشتغلش غير طب شرعي 3 سنين، بيكتب تقارير طبيه، بيشوف حالات نيابه، بيشوف حالات محكمه، وظيفته كده، بيجي لنا حالات النيابه نوقع كشف طب عليها وكده، فدي شغلته، هو بيقعد في المستشفى نايب 3 سنين شغلته كده، توقيع كشف الطبي في وحده الطب الشرعي الاكلينيكي. طب حضرتك في حاجه اسمها ام ان سيستم سكريتورز، طب دي غير الاي بي او؟
غيرها. طب ايه بقى حضرتك؟ انا بصراحه مش متذكراها قوي، كنت ذاكرتها في الدكتوراه، بس هي غير الاي بي او سيستم، يعني دول كاتيجوري تانية غير كاتيجوري غير كاتيجوري الاي بي او. حضرتك هم برضه سكريتورز، في منهم 75 تقريبا سكريتورز و25 نون سكريتورز، وتاني بيطلعوا في السلايفا والسيمن، برضه دول برضه بيساعدوا في الاكسكلوجن برضه. الاي بي او موست كومون، لان هو 85 15 25 تقريبا، لا 15 85 في البوبيوليشن و15 نون سكريتور. تمام. وكان في حاجه تانية يا دكتور بتقول ان انا في تم الاعتداء عليها من واحد برضو ما تعرفه، بعدين انكر وقال لها اثبتي، ادري تقرير اثبتي ان انا اللي عملت، بس كانت جه بعد فتره، يعني حضرتك ممكن تقولي اسبوعين ثلاثه شهر كده، ده هيبقى صعب طبعا بقى كل حاجه. تمام. هي مصره، كانت جايه مصره ان هي عايزه، انا عايزه ريبورت يقول ان هو الشخص ده مش حد غيره. الحاله دي بقى ما فيش، كل الايفيدنسز راحت بقى في الحاله دي، مش ممكن نثبت بقى. احنا قلنا وانس انها شطفت اصلا ودخلت الحمام وغيرت ولبست، هي يعني اسالت، يعني ازالت معظم الحاجات اللي كان المفروض ان هي يعني هتثبت، وعدى فتره طويله. بخلال قد ايه بقى يا دكتور نقول مجرد كل التشطف يقول ان احنا ما نقدرش حتى لو بعدها على طول، ولا بخلال قد ايه ممكن خلاص ما فيش اي ايفيدنس يثبت؟ لا احنا قلنا زي ما احنا قلنا كده 12 ساعه يديكي متايلس بيرن، اكتر من 7 ايام لحد من 5 ل 7 بيديكي في السبرم، بيديكي قطع كده، يعني بيديكي هيد، بيديكي تيل، بيديكي بودي، لكن ما بيديكيش يعني ما بيديش ديتيلز بقى. وبيعملي اللي هو البربريوز واللي هو الفلورنس والبربريوز، بيدوكي برضو بوزيتيف لحد 7 ايام. تمام. ولو ما حصلش بقى ايجاكيوليشن في الحاله ديت نقول ايه؟ يعني اللي خلاص يعني الايفيدنس هنا يكون هير مثلا، بتاخدي ما هو انت بقى هتشوفي بقيه الحاجات الثانيه، لو في كونتيوجنز ابريجن، لو في هير، لو في بتاع دوت زي ما احنا قلنا بقى، في قطع في الهايمن ولا ما فيش، في ابريجن، كولبوسكوب كمان مهم قوي في الحالات دي. تمام. ماشي. على فكره انا بس انت حضرتك فكرتيني موضوع الكولبوسكوب، لو شباب لسه معايا، الكولبوسكوب ده هو عباره عن مايكروسكوب بيكبر الفاجينا بحجم كبير قوي. المفروض ان نورمالي عينينا احنا الاي بتاعتنا العاديه بتشوف الفاجينا 18، بتشخص بس 18% من الانجرس. يعني ايه؟ يعني لو في قطع باين قوي او سحجه او كدمه او حاجه كبيره قوي بتبان بالعين المجرده عينينا بتشوفها، لكن الكولبوسكوب ده هو عباره عن مايكروسكوب بيكبر صوره الفاجينا 100 مره، فاي مينيمال انجرس بتبان، يعني القطوع البسيطه، الفريكشن، مجرد الاحتكاك بس، او الكدمه البسيطه بتبان بالكولبوسكوب. فالكولبوسكوب ده من الحاجات الهايلي انديكيتد انها تبقى موجوده في حالات الطب الشرعي، لان الفيجوال اي اكزامينشن، لو حضراتكم فتحتوا اي بيبر على جوجل سكولر وكتبتوا الديفرنس ما بين الكولبوسكوب والفيجوال اي اكزامينشن، هتلاقوا ان خلاص يعني يعتبر الفيجوال اي اكزامينشن مش هو الكونكلوسيف خالص، هو الكولبوسكوب ده اللي بيعتبره كونكلوسيف للحالات بتاعه، وبيفيدنا اكتر بقى في حالات اللي هي ما حصلش فيها المواقع، او ما حصلش فيها ادخال، سوري، اللي حصل فيها مواقع خارجيه واحتكاك خارجي بس، لانه بيحصل بيبين المينيمال انجريز اللي موجوده على الوول بتاع الفاجينا وعلى الكليتوريس. فدي من المعلومات الحلوه قوي ان كنت ناسي اقولها لكم يا جماعه. تمام. استاذه مريم محمد، حضرتك دكتور كنت عايز اسالك على الواقعه بتاعه الغله البنت. مش قلنا مثلا ان الواقعه دي البنت نفسها اتاثرت وكانت هتموت، بس البيبي كان تمام؟ لا مش هتموت، ده ماتت بالفعل، والبيبي كان بلصتك، والبنت قرست وضايق، البنت ماتت. طب ازاي ما وصلهاش؟ ان الفاجينال دي فيها بلاد سيركيليشن كتيره، ازاي ما تاثرش البيبي؟ ما تاثرش البنت، جايه انت تكتب بنس، انت تكتب بلاد بريشر، يعني هي اصلا متاثره، يعني التوكسين دخل من الفاجينا، حصل ابسوربشن في البلاد، وعمل لها ام ديتكتد بلس وام ديتكتد بلاد بريشر، عمل لها حاجه اسمها هايبوفوليميك شوك، صدمه قلبيه، والبنت دخلت على العنايه. احنا ما كناش عارفين هي جايين قالوا ناخد حبه غله، عملنا جاستريك لافاش، غسيل لمعدتها، ما لقيناش حاجه في المعده، فما بقناش عارفين هي واخداها ازاي. فلما عملنا، احنا عندنا مانداتوري لاي حاله بتخش العنايه بنعمل لها، بنغير لها دومها وبنركب لها قسطره عشان نشوف اليورال اوتبوت بتاعها، خصوصا انها جايه هايبوفوليميك شوك، واحنا بنفحصها عشان نركب لها القسطره
لقينا العجينة طالعة من الفاجينا، فعرفنا ان هي واخداه انترا فاجينال، ومشينا بقى كل السيناريو. احنا كنا بنشتغل من بره على ان احنا نعمل لها نصحح الكوركشن بتاع الهايبوبريميك شوك، وبنغسل بقى. احنا المفروض ان السورس اوف كونتامينيشن عندك هنا فاجينا مش استومك، فاحنا كنا بنغسل فاجينا عشان خاطر نحاول نقلل الابسوربشن وكميه كبيره. بس طبعا احنا ما لحقناش، لان البنت قرصت ودايت بعدها بنص ساعه. تمام يا دكتور، اوكي تمام، شكرا لحضرتك. استاذه خوله، السلام عليكم دكتور. معلش هو سؤال، يعني ايه حضرتك بتقولي انه احنا بنعمل جاستريك لافاز، مش جاستريك لافاز بيبقى كونترا انديكيتد فيها؟ لا لا، الجاستريك لافاز بيتعمل، بس بيتعمل ويز بريكوشن. اولا ما بنغسلش بميه، احنا بنغسل ببارافين اويل او بنغسل بكوكونات اويل وبنحط معاه صوديوم بيكارب، لكن ما بنغسلش بميه. مش معنى بقول جاستريك لافاز يعني انا هغسل بميه، بس لافاز بنعمل بكذا طريقه. تمام تمام، شكرا. تمام استاذ احمد فتحي، السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. اولا حضرتك النهارده معايا سؤال النهارده. الصوت بيقطع، انا مسامح حضرتك كويس. مظبوط يا دكتوره؟ ايوه تمام اتفضل. بقول لك، انت كنت بتقول حضرتك انه يشترط العذريه عشان نقدر نقول انه دي جريمه اغتصاب. يشترط العذريه عشان اقول انها جريمه اغتصاب. السؤال فين؟ السؤال انه مش شرط العذريه، المفروض ممكن تكون بكر او سايب. العذريه معناها اصبحك على غشاء البقره يعني. تعريف الاغتصاب ايه في القانون يا فندم؟ هو موقعة انثى بغير رضاها، واللي هو يعني فعل الجماع عموما، لازم يكون حصل فعل جماع. لا حضرتك راجع التعريف بتاع الاغتصاب. ثواني، حضرتك هو اللي بيفرق جريمة الاغتصاب عن هك العرض هي عملية الجماع الكامل. المؤقعة ذكر لأنثى آدمية حية غير زوجته من خلال الفرج رغم إرادتها ودون رضاها. تمام؟ هو هنا ما بيحددش إن هي عذراء أو غير عذراء، يعني ما بيحددش تقول إن هي سيب أو عذراء. تمام؟ ما هي بتفكر فيها. احنا ما بنقولش موضوع الاغتصاب ده، احنا بنحدده يعني انا ما حددتش دلوقتي ان هي لازم تكون عذراء، بس انا بقول لك شروط العذريه، لان انا هعرف ازاي ان هي عذريه. ما هي اللي هي الست السيب معروف انها سيب، انما العذراء انا هعرف ازاي انها عذراء من غيره. ما لازم انا اعرف الشروط ان هي تكون عذراء ايه، او شكل الست العذراء ايه. تمام، اصل انا سمعت انه قلت عشان نقدر نقول انه في جريمه اغتصاب لازم تكون الست وكده عذراء يعني. لا، هو تعريف الاغتصاب ما بيحددش ان كانت عذراء ولا لا، هو بيحدد انها انثى وادميه وحيه. تمام، وان التمت الموقع من خلال الفرج رغم ارادتها ودون رضاها. تمام، لكن ما بيقولش ان هي عذراء. انا هو اصطلح القانون الاغتصاب انه اكتر او انه اشهر في الفتيات اللي هم العذراء، فانا لازم احدد هي عذراء ازاي، عشان كده انا شرحت العذريه بالتفصيل. تمام ماشي، شكرا. العفو. هنعتذر، بس في ارقام مش يعني مكتوب اساميهم، ارقام مش مكتوب اسامي، فانا مش هعرف اقولهم. في استاذ احمد شكري، طيب استاذه وفاء لاشين. السلام عليكم. عليكم السلام دكتوره. اتفضل.
مشكور على المعلومات ومشكور عن جميع مجموعة الإيفنت. شكرا. عندي سؤال في قضية برك أستاذة في حالة لبس، يعني لنفرض أنه في حالة اغتصاب وفي هتك عرض، ويكون من قبل شخصين يعني في نفس الوقت، يعني معروف أنه في كل قضايا مثلا في شكوى في حالة اغتصاب عند مصالح الأمن مثلا ترجع المصالح الطب الشرعي لتحديد يعني من الفاعل القائم الأولي، إن اختلفت يعني الآراء أكيد. أنا مش فاهم السؤال كويس، قصدي حضرتك إن في اتنين اغتصبوها، فمين فيهم اللي قام بالفعل ولا الاثنين تواطؤوا عليها يعني؟ بالضبط اثنين، يعني اثنين قاموا بعدين في الاثنين في التحقيقات مثلا اختلفوا الآراء بيناتهم، الأول يقول من لست من أنا الأول اللي هتك العرض، والثاني يقول من أنا أكيد؟ في هذه الحالة كيف نعرف حالة الاغتصاب؟ يعني حتى ولم لم يكون في حمل، الحادث فيه أنه فيه هتك عرض وبين قبل شخصين، يعني مين كيف نعرف الطب الشرعي مين هو الأول اللي هتك العرض؟ حتى يعني تم التحقيقات يعني ونعاقب الشخص يعني اللي يكون يستحق العقاب. هو الفكرة أن الاثنين يستحقوا العقاب، لأن الاثنين تواطؤوا على أنثى والاثنين قاموا بنفس الفعل. أكيد. مفيش واحد منهم هيستحق العقاب والثاني لأ. أكيد أكيد. مين اللي بدأ والثاني كمل معاه مش هتفرق في القانون، عندنا إحنا في القانون المصري مش هتفرق، لأن الاثنين قاموا بنفس الواقع على نفس الأنثى. وبالتالي الاغتصاب الجماعي بيتم فيه معاقبه الاشخاص كلهم بنفس المده الزمنيه، ما بينفعش بس فوت حتى عندك غير في السعي بين الصفا والمروه ضوا كيلومتر هكذا علي رتور سبع مرات، هي ديجا ما تجيش صحيتي ما تجيش. استاذنكم بس اللي فاتح الصوت يقفله، اللي فاتح الصوت الثاني يغلق من فضله. يعني حضرتك فاهم قصدي؟ يعني القانون ما بيفرقش من الاول والثاني في نفس الواقع، هو عندنا في القانون المصري بيديهم كلهم نفس العقوبه لان كلهم وقعوا انثى. وفي شطر ثاني يا دكتوره، في شطر ثاني من السؤال بارك الله فيك. تفضل. اذا كان فيه قذف في يعني في الفتاه المغتصبه مثلا، فيه قذف من الاثنين، يعني فيه نوعين من الحيوان المنوي. تمام. يعني في حالة المسح الطبي ولا الاستكشاف للمني ولا من بغيت الإثبات أو كذا، إذا كان فيه إنسان عقيم مثلا، هل يظهر فيه في المسح يظهر أن الإنسان هذا أنه عقيم والثاني لا، إذا كان في حدث حمل أو لم يحدث؟ أيوة العقيم ده احنا كمان ممكن في حالات اللي هي الأزوسبرميا والأزوسبرميا ده معنوش ما عندوش سبرم أصلا، يعني ما عندوش حيوانات منوية بس عنده ساك، ما هو الأزوسبرميا ده ما بيبقاش عنده حيوانات بس عنده سائل. أوكي. أوكي بنعرفها بقى برضو، بنعرفها بإيه؟ بإن بيبقى فيه بعض الإنزيمز وبعض الحاجات بتبقى موجودة فيها بيحصلها بيعملها ديتكشن برضو بحاجات معينة، بس ساعتها إحنا بناخد عينة من الشخص أصلاً اللي هو الساسبكت ده ونفحصها، لما بنلاقيش عنده الأزوسبرميا بنعمل التستات الثانية، بس بنعرفها برضو، يعني مش كل السيمن مش كل الفلويد السمنة الفلويد لازم يكون فيه سبيرم، ممكن يبقى السيمن أوكي. من غير سبيرم. اوكي. وفي حالة الحمل يا دكتورة، يعني في الدي ان اي يعني يعطي نتيجة حتمية ويعني قطعية في الحمل؟ يعني ما فيه لبس يعني ما ولا مرة يكون فيه لبس يعني في النتيجة يكون دايما يعني حقيقي؟ لا ايوه يعني ده فرشور يعني. اوكي تمام. شكرا دكتور معلوماتك من الجزائر مشكوره وبارك الله فيك ان شاء الله. وشكرا للمجموعة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب اوكي ما شاء الله الناس كلها عايزه تسال، بس انا كده وقتي معاكم خلص، لو في حد عايز يوجه لي اي اسئله ثانيه ان شاء الله يعني ممكن تبعتوا لي على الفيس بتاعي، ممكن ابعت للجروب الفيس او على التليجرام، واي اسئله ان شاء الله هرد عليكم بيها. بشكركم شكرا جزيلا واتمنى اقابلكم ثاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.